اليوم ان شاء الله بعد ما راح نشاهد المقطع والتمثيليه اللي يعملونها بعد زميلاتكم ان شاء الله راح نكمل درسنا اللي هو آفات اللسان. شفنا درسنا آفات اللسان. كفو لا تتدخلي. كفو ابتعدي عني. كفو ارجوكم ان هذه من الاخلاق السيئه وان هذه من آفات اللسان. ماذا وهل اللسان آفات؟ نعم اللسان آفات كثيره منها الغيبه والذميمه والكفر والسب. وهل يؤاخذنا الله على ما نقولها بألسنتنا؟ نعم يؤاخذنا الله على ما نقول بألسنتنا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يؤاخذنا الله على ما نقوله بألسنتنا؟ فأجاب رسول الله: لقد يؤاخذ الناس على وجوههم في نار جهنم إذا خسر ألسنتهم. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نطهر ألسنتنا من الأخلاق السيئة، ومن آفات اللسان. أنا آسفة سامحيني. البداية خلي نشوف شنو معنى آفات اللسان. للسان آفات كثيرة، يعني السب، النميمة، الكذب، الغش، كلها نسميها الصفات السيئة تعتبر من آفات اللسان. على المسلم أن يطهر لسانه من هذه الألفاظ السيئة التي لا يرضى بها الله سبحانه وتعالى. اللسان نعبر به عن ما داخل عما في داخلنا للآخرين، يعني ينقل الخطاب اللي داخلنا نتحدث به ويا الآخرين، صح لو خطأ؟ صح. لما نتحدث احنا باللسان، فعلينا أن نطهر ألسنتنا من الكذب والنفاق والغيبة وغيرها من الصفات السيئة. هنا أنا جبت لكم بعض الصور تتحدث عن الصفات السيئة. من آفات اللسان الغيبة. الغيبة يعني الإنسان اللي يتحدث عن زميلة أو عن أي أحد سواء يعرفه أو لا يعرفه يتحدث عنه بالسوء نسميها غيبة. هل تعتبر من الأخلاق السيئة أم الحسنة؟ السيئة. نعم تعتبر من الأخلاق السيئة. الكذب، يجي واحد شخص يكذب علي، معناها شنو؟ آفات لسان لو مو آفات اللسان؟ آفات اللسان. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما يلفظ من قول لديه إلا لديه رقيب عتيد. يعني أي إنسان يلفظ كلام رب العالمين راح يسجله عليه، والملائكة تسجل أعمالنا الحسنة والسيئة، فعلينا أن ننتبه لكل كلمة نلفظها من الآفات الكذب والسب والغيبة والنفاق. أيضا من أكبر الكبائر، عندنا أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه الرجل أو يسب والديه. يعني شلون واحد يسب والديه؟ تسألني ست شلون اسب اهلي؟ وكيف يسب والديه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. كيف؟ عندما يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وامه. اي مثلا اسب احد راح شي يسب؟ راح يسب ابويا ويسب امي. هنا بهاي الطريقه جبت مسبه الى والدي. بهاي الطريقه راح نجيب مسبه لاهلنا، وعلينا ان نتجنب السب ايا كان. إذا شخص اتجاوز عليك مثلا تقول ست هو يغلط علي، أنا شو أسوي له؟ لازم احنا ما نتجاوز ولا نغلط، شو نقول؟ سامحك الله، الله يهديك، مثلا هاي الكلمات أنصحه أقول هذا الشيء خطأ، ليش؟ لأن احنا نجيب لأهلنا الرحمة، لو نجيب لهم المسبة، نجيب لهم الرحمة، نخلي واحد أسوي عمل خير حتى يقول لي رحم الله والديك، هنا راحت الرحمة إلى والدي. عرفتوا شو يعني آفات اللسان؟ آفات اللسان يعني كل كلام لا يرضي به الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، وأيضا تعتبر من الأخلاق السيئة. اللي هذه هي آفات اللسان، إنها هواية بس أخذت لكم أربع نقاط من عدها. واضح الدرس؟